في بيت الفقير من بيوت بني إسرائيل، بيت كان يسكنه قلوب بالإيمان عامرة، بيت كان يسكنه قلوب الناس المؤمنة، ألا وهو بيت الرجل الصالح عمران ابن ماثان. كان يسكن السيد عمران بيته هو وزوجته السيدة حنة، وكانت السيدة حنة زوجة الرجل الصالح عمران لها أخت، وكانت هي السيدة إشاع التي كانت تتزوج من سيدنا زكريا عليه السلام. وكانت السيدة حنة تتمنى أن يرزقها الله ذكرا، وكانت تقول: إن وضعت ذكرا سوف أنظره إلى الله لخدمة الله سبحانه وتعالى في بيت المقدس في فلسطين. ولكن رزقها الله بالحمل، ولكنها كانت أنثى، ومات الرجل الصالح عمران قبل أن يرى ماذا هي وضعت، ولكنها وضعت أنثى وسمتها مريم. فمن أطلق على السيدة مريم العذراء اسمها هو أمها السيدة حنة. ووضعت السيدة مريم وكانت تتمنى أن تكون ذكرا، ولا تعلم ماذا تخفي الذات الإلهية في السيدة مريم عليها السلام. ولكن فقد السيدة مريم والدها، فبدأ بني إسرائيل يتساءلون ويتنافسون على من ينال الشرف في أن يكفل السيدة مريم، لأن السيدة عمران كان رجل صالح في بني إسرائيل. فالكل كان يتساءل يتمنى هذا الشرف، فبدأوا يقترعون. حبيبي انتوا عارفين يعني الاقتراع؟ زمان لما كان يبقى في مسابقة او انتخابات او عايزين يختاروا حد ما بينهم، كان يجيبوا اسهم ويسموها اسهم او اقلام، ويكتبوا اساميهم على هذه الاسهم، ويبدأوا يلفوا هذه الاسهم في اناء ويختاروا سهم بالصدفة او بالحظ، واللي اسمه مكتوب على السهم هو اللي يفوز في المسابقة او الانتخابات او هذا التنافس. فكانوا كلما ما بيعملوا الاقتراع يطلع السهم مكتوب عليه زكريا، فنال سيدنا زكريا عليه السلام شرف ان يكفل السيدة مريم، وكفل سيدنا زكريا السيدة مريم. وكلما دخل عليها وجدها تتعبد وتقرأ وتصلي، وكانت تقية، كانت شريفة، كانت عفيفة، وكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من أيام ظهر لها رسول من الله في صورة بشر وأبلغها إن الله سبحانه وتعالى أمر سوف تضع طفلا، ألا وهو سيدنا عيسى عليه السلام. كانت السيدة مريم لا يشغلها إلا الله، ولكن كانت تخشى بني إسرائيل، لأنهم دائما وأبدا فريقا يكذبون وفريقا يقتلون، وكان شغلها لقاء بني إسرائيل. ووضعت السيدة مريم العذراء سيدنا عيسى عليه السلام، وأنطقه الله وهو في المهد، كان لسه رضيع ونطق، ودي آية من آيات الله، لأن سيدنا عيسى نبي وآية من آيات الله عليه السلام. فكان يقول لها: اشربي هنيئا وهزي بجذع النخلة وكلي واشربي،
هنيئا لك، فلا تشغلي بالك بلقاء بني إسرائيل، فحينما يسألوك عني قولي لهم إني نظرت إلى الله صوما، أنا صايمة إلى الله سبحانه وتعالى، وأشري لي، شوي علي وقول لهم أنا صايمة، واسبني أنا أتكلم، لأن هو آية الله، لأن هو معجزة الله في السيدة مريم عليها السلام. وكان اللقاء التي كانت تخشاه السيدة مريم، ولكن كانت تتحصن بقوة من الله وعزة من الله وتأييد من الله لها ولصغيرها سيدنا عيسى عليه السلام. ولكن بني إسرائيل كعاداتهم يكذبون ويشككون، فقالوا عليها إنها بغية، حاشة لله، إنها العذراء مريم، إنها الشريفة، إنها العفيفة، إنها التي من أعظم سيدات الأرض وذكرت في كتاب الله، إنها من أعظم سيدات الأرض. ولكن اتفق بني إسرائيل على قتل السيدة مريم وصغيرها نبي الله سيدنا عيسى، فأمرها الله أن تهاجر إلى أرض بها خضرة، أرض بها نهر، فيقال إنها غادرت إلى مصر. حبيبي، وصلنا لهذه المعلومة، انتهت الحلقة بتاعتنا من برنامجنا الجديد اللي إن شاء الله ينزل كل يوم بعنوان على الساعة 10 إن شاء الله. حبيبي، نحط سؤال في نهاية الحلقة، واللي هيجاوب السؤال يبعت على صفحتنا ويبعت اسمه بالكامل وننزل له تهنئة على الصفحة كنوع من الترويح مع بعض، مش كل حاجة مادة علمية. حبيبي، السؤال هنا بيقول: أين ولدت السيدة مريم ومن أسماها بهذا الاسم؟ بالتوفيق، ونتقابل بكرة في الحلقة الثانية من برنامجنا الجديد على الساعة 10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.